السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة محمود رقية. اليوم ان شاء الله كما شفتوا في الصور غادي نوجد معكم الكلاص اللي كيجي اقتصادي وسهل وكيجي زوين بزاف. غادي نمشيو نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير ديال هذا الكلاص. غادي نحتاجو نص سكر ديال الحليب ان شاء الله يكون بارد، وغادي نحتاجو سميتها الكريم شونطي، وغنحتاجو 3 معالق ديال الحليب مجفف، 3 معالق ديال السكر كلاصي، وغنحتاجو فلو ديال الكراميل، وغنحتاجو ساشي كاكاو، وغنحتاجو دانيت ديال الشوكولات والكريم كراميل. غادي اول حاجه غنبدا به غادي نبداو بالحليب، يكون بارد البنات، كيكون خاص يكون بارد مزيان مزيان، تيبدا يجمد، تحسي بيه يبدا يجمد. وغادي نزيدو عليه الكريم شونطي، غادي نزيد عليه الكريم شونطي وغنطربو واحد شويه. صافي غادي نطربو واحد شويه، كيطرب شويه شويه ماشي بزاف. صافي بعد ما كنطربو هاد الخليط ليه شويه، غادي نزيدو سكر كلاصي، نزيدو عليه سكر كلاصي، نزيدو عليه حليب مجفف، صافي هو الخليط ديالنا طلع. هو البنات الخايبان ليكم في الاول ما يبغيش يطلع ليكم، راه غير ضربوه مزيان راه غيطلع، تخافوش تقولوا ما يطربش لينا، طربتو شي 10 دقائق ولا 10 دقائق بحال هكا باش بقيت كنطرب. دابا غادي نجيبو الاناء نقسمو فيه الخليط ديالنا، نقسمو الخليط على جوج، هادو هما البنات المواد الاساسيه، ما داكشي الاخر كيبقى الاختياري، التزيين كيبقى داك النكهات كتبقى الاختياري لكل واحد. دابا غادي نزيدو دانيط ديال الشوكولات، انا البنات راه درت هنا جوج صغار، هذا اللي باغي يدير غير واحد كبير يديرو، كنزيدهم وكنزيد عليه كاكاو، ساشي ديال الكاكاو، وممكن ديري ممكن ديري الفلو ديال الشوكولات معاهم. صافي كنخلطو، غنخلطو الخليط مزيان، نطربوه شويه باش ينسجم لينا داك الخليط. هاهي هادا اللي باش نعجن الخليط، نطربو الخليط مزيان، صافي ملي كيتخلط لينا الخليط مزيان كنجيبو المول، كنجيبو المول ديالنا اللي نكونو غلفناه بالسلوفان، انا غلفتو قبل بالسلوفان مزيان باش ما يلصقش لينا الخليط لتحت ولا نتفاداو هذا. صافي نخويو فيه الخليط ديالنا، اللي عدا اللي باغا دير مول اخر ديرو، المهم انا عندي هذا المول، عندي هذا المول هذا درت فيه، يقدر ديري في هكا فرضيات كويسات، يقدر اي حاجه يقدر ديري فيه ولا على البواطه.
نجيبو الخليط ديالنا الثاني، كنزيدو فيه الكراميل، الفلو كراميل، وكنزيدو الكراميل. هاد الكراميل البنات راه صايبتو ديال الدار، هذا ديال المنزل. ولا كتبو عجبكم وهذا حطوه لي في التعليقات، انا نصاوبو لكم، انا نحطو لكم في القناة، في القناة. واللي كيعجبها الكريم كراميل تدير اكثر من 3 معالق، انا هنا درت 3 معالق. اللي كيعجبو يزيد يدير كتر، يزيد، وراه كيجي زوين. صافي كنخلط كل شيء، كنخلط مزيان باش ينسجم لينا داك. ممكن الا بغيتوش كراميل ديرو الفلو ديال الفريز، وديرو معاه دانون فريز، فهو كيجي زوين. صافي خلطنا الخليط ديالنا مزيان، غادي نعاودو نجبدو المول ديالنا من المجمد باش نزيدو عليه، حيت فين ما كنديرو القلة الاولى كندخلو المجمد، ما تخليوهاش على برا. صافي كنزيدو عليه الخليط ديالنا الثاني، كنزيدو عليه مزيان، كنقادوه، نزيدو شويه بشويه ونبدا نقادوه حتى يتقاد لينا كلشي. صافي بحال هكايا. صافي البنات كنقادوه مزيان، وكنضربو شويه باش يشد لينا الفورمه ديال المول. صافي كنقادو شويه هكا من الفوق، من بعد كنجيبو السلوفان وكنغطيوه من الفوق. ما يشمش لينا الروائح ديال المجمد. صافي دابا غنديرو ليه السلوفان من الفوق. كنخليوها البنات هذا خاصو يتحط يبات في المجمد، كنقولو نعاود خاصو يبقى 4 5 سوايع، المهم من احسن يبات في المجمد. انا درتو البنات وبيتو في المجمد حتى الصباح. صافي البنات كنثبتو هذاك السلوفان ديالنا مزيان على المول. صافي كنحطوه في الفريكو، نحطوه في الفريكو يبات ليله كامله كما كنقول لكم. صافي غدا الصباح نرجعو نوريكم كيفاش. صافي البنات ها هو جبدناه من الفريكو، حيدنا ليه السلوفان. صافي نجيبو شي طبسيل باش نحطه. صافي كنقلبو هكا في الطبسيل، نحيد السلوفان، نحيد ليه السلوفان بشويه بشويه، نحيدوه غير بشويه باش ما يبداش يتفرتت لينا داك السلوفان، هذاك الكلاص كنحيدوه هكا بشويه، تنحيدوه كامل. والبنات انا راه جبت هذا غنزينو بالشوكولاتة، درت هذا، خديت هذاك الطرفه ديال الشوكولاتة غير داك الطرف المربعين، خديتهم هكايا وكردتهم، قردتهم رقاق. وغندير كريم كراميل، هانتوما الشوكولاتة راه قردتو رقيق، والكريم كراميل الى غادي نديرو الخطوط، غادي نديرو خطوط هكا على الخطوطة هكا عشوائيين. صافو تزين، راه كيبقى اختياري لكل واحد. يمكن لك ديري هاد الكريم كراميل وديري معاه اللوز هكا مهرمش، يمكن ديري الشوكولات، ما ديريش كاع هاد الكريم دي هاد الكراميل، ديري غير الشوكولات هكا مدوب ودوزي عليه، وديري ترشي عليه تاني شي حاجه بحال اللوز ولا. المهم كما قلت لكم تزين كيبقى اختياري. صافو راه كيجي زوين البنات، كيجي زوين بزاف. كنتمنى تكون تجربوه. صافو كنرشو عليه الشوكولات هكا من الفوق، كنرش على داك الشوكولات من الفوق مزيان.
دابا غادي نقطع لكم الطرف باش تشوفوا كي جا. وكنتمنى البنات اللي اول مره تزور القناه الضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد، ودير لي اللايك وكومنتير. شكرا لكم بزاف، وغنوريكم كيف جا دابا. هو كي جا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وصفه جديده. شكرا لكم بزاف بزاف، والسلام عليكم.